أنا يال يمروين ما أشرفت له وأنا مثل بكو سلام يو المقعيسة ما سبكيسها وقهري وزيركو عدالة في الدولة قبل في الصومالية وزير الدولة ها كاشان لقى لما أنا ذا شرفت له ثلاكيش في هير فدرال جنرال هذا ثلاك الحقين هذا أخيارتك اللي أشرفت له بهاي بغربة مالون أكسن وحان كوبي لابا يا مهد علينا حقينا استاقاد وسو استاقتين واجد كمان تمارتا صومالي يودن لويري صومالي يودن استاقتي قارهان انت نسيت قويدة وفرورن قبل ضحى وحان مهد علينا تاكسي ورئيسا ومهد علينا يا مدحوينها الجمهورية فدالك الصوماليات رماهانتي هوريو هورامبا هورتيبنت السيي أمني يقود قارهانا لدقالن كا عدوغا يو مارتايا حرينتا ومدى الصوماليات دي انتا سوسان قميسي يكو جرتي وان هو باحل هو رهولو غبي أهبي أهيد وانتا أكو سو تاميي هدي إلهي نوسي علينا وحويا طلابة دي قوه ريدي إيدا يوكادغي ماهان ينو كل واقعي كليا لكن ولي بدار بو قدري فعل بو قدري إذا مضى الدولة دا يمشين كستو إلي يهين استيوشن قرنكو وحلو جهي سيدي اللوغو هرتق لها لري له هذا سيدي أمضى إنتا يهستان لغو حرين لها سيدي دالك قودة هام بحوق يسا يدغالي هي سيدي ندي سبلو جهين لها دينا عايزك حرين تعدوه عدوه إنتا قرشين يكون ويقاليان وحن كتعثيين يا هيمالدو كدعي مش حمر كدعي هيران كدعي طبعا تقال هذول دعو إيش هاي يقدر فن إيه أمار تاعي مرض هاي قدر فن مجرتو أنت هاي إنك بدن بوك قياس إن لك بوك استاج إن هدي لهير هذا إن أنا سك قبلنا سدوا كل خصيها بدن أمار تاع شعب كان أو قبلنا من كأوذي أشعة إن أنا سيقوني يا أنت كجوابتي باقا مدحت الصومالية دان مارتا مرلا بعد ما هاد علي يريد هيران غير هير شبه اللي قد هانا نبره ان مارتا ان ما هاد عليو طلابين كاي قادن حرمين تا اي حرمين ان واجب كدور نمو ان باهي بغر يكولا قوله يكاقارين باح حسيد مضان مساجد على الوجود بقى وجودن بيجي ما أنت إسكاشيغا رير عالبور إيو رير مارتا هيران وحوسي مريا وبحوه يدع إنتي هو إستاكتي هل كان فرلي سبان ما هذا أقول علنيا أما أنا أقول علنيا هيلك والسكول ليا هو لالتينيمو إن رير قلمدو هدي أنا صلى الله قلمدو صندي برلا بس أنا كوهر بيهد مركل قد قلم يجي وسيل يبعاد وين يو عمارة يو دمان دول حيبات كي مركي لغا دقالما يي بحضو مركي لغا دقالما يي دو سمر ريب إنه هو بكو سو جبلا مروحنا يبا وقاسكا قدن بييو عالة هلاي بصوت تابت صومالي ملك استوى يستاكتي الكبوة فارسة هنصن بانو لنا نقونا و استاجا ام بي مارتاي ان كغشر ابنيت و اثمر كلام كاغا ما حد علنيا ان ان هو العلس كجرتو كرفا انت غن هدي لهي لهدو هورا اصعب ان كل ان هي بركان اوغاس لهي هي اوغاس كيني ويان لكن انغو دنبا امانته يا مارتاي ان ما حد علنت اسكو له ان باش نبي مل بكو في عن يحيى waxaan ka qorsheyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan mar kale u sii mahad celiyo rag aanu maarta asxaab fognahay aan 22 sano 30 sano dana 40 dhameen baan ka wada shaqeynay danaha gobolka Ceelbuur waa gobol hadda ka dambeeyay hadii Ilaahay yiraahdo
waxaa kaaga daran inaan shidaal keliya ahayn laakiin ninkii ilaahay dad siiyo baa maa ninkii ilaahay maa la damco dad buu siiyaa baa layidhi sidii xildhibaanku uu sheegay dadka maanta ugu ladan ugu maartaayay caqliga dadnimo la isku dhaafay waa reer galuudug weyaan galaan reer ceelbuur weyaan anigu hadda dhagaxya tur anaga ugu filna u dirimayno laakiin markaan caro u islaaxina baan rajaynaa insha allahu tacala inay qaybtooda qaataan gobolka ballaaran ee dadkaa leh ee nimcadaa leh ee barwaaqadaa leh ee aada maanta uwada istaagteen shaki logama jiro in ay marka la galaba way carari jireen inay insha allahu tacaala xilliga ugu horreeya aan calankan qaadi doono anigu labada calanba kii qaranka iyo kii galmudug inaan tuulo walba geli doono anigu goor ugu dambeeyey garan mayo ma afartan soddon sano kahor sagaashkii baa ugu dambeysay macalinkiiyaa kadib la geeyey garan mayo laakiin u malayn mayo hadda maarta in calan iga codiga horgey doonto ajir doonto ilaahay yidhaahdo hadda alla nagu sameyo waxaan geyn doonaa waxbarashadii waxaan geyn doonaa caafimaadkii waxaan geyn doonaa maamulkii iyo maamul wanaaggii waxaan u geyn doonaa insha allah hadii kala duwanaya ee bulshada biyihii humanitarianki oo aad iyo aad ugu baahan yihiin waxaa laga sheegay waxa keliya oo in muddo dhowr labaatan sana dhowr soddon sana laga dhisay inay xabsi keliyta wax kale lagama dhisin meeshaas insha allahu tacaala xabsiga waxaanu kagol dhisaynaa maxkamadihii cadaaladda ahaa islaamiga ahaa ee dowliga ahaa isteeshimadii institutionkii dowladnimaan kagol dhisaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dadkii baan u gargaari doonaa wadooyinkii iyo barwaaqadii iyo cid walba maarata ay meelaha kale gobolada kale ay gaareen waad garanaysaa maanta meel maaratay aan dhisnaynba gobolkeennii baa ka jira intii baanu la gaari doonaa qorshe weyn baa nagu yaalla heer qaran galmudug qaybteeda way qaadan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo warka haddii aan iska wadna maanta oo dhan waa wax badan oo wanaagsan baanu ka sheegi doonaa kana sheegi karnaa laakiin saaxiibada iga dambeeya ayaa maaratay inti kala dhammaystiraya intiina u istaagta baan duco iyo deeq iyo garba idinla taaganahay maasha allah baanu leenaa waa maadsantihiin.